السلام عليكم، كنتسناكم تكونوا بخير وعلى خير. وفيديو اليوم غنشارك معكم واحد الطريقه ديال الكامبا اللي كتجي مزيونه والحاجه مبدله، ومايونيزا ديال زيت ديال الكامبا والصلصه ديال الافوكا اللي كتقدم مع الناتشوس. وكتجي الطريقه كتجي مزيونه ومبدله، والمذاق روعه ديال مايونيزا والصلصه ديال اللي كتقدم مع الناتشوس. ودابا اول حاجه باش نحضر هي الصلصه ديال الافوكا، هي الاوليه. هنا عندي ثلاثة أفوكات وليمونة وجود دراسي ديال التومة، وغنعمل حتى واحد الطوماطيشة اللي نسيت ما نزلتهاشي. الطوماطيشة خاصها تكون خضرة ديال خاص ديال الشلاضة، ماشي ديك الطوماطيش حمرا ديال الطياب، لا خاصها تكون خضرة. ودابا صافي غنبدا نفتح في أفوكا. أنا جبت هاد الماكينة هادي صغيرة، تبقى اي ماكينه عندكم ماشي مشكله. انا جبت هذه صغيره حيتاش عندي كميه صغيره، علاش جبت هذه صغيره. صافي دابا نقشر ديك الطوماطيشه اللي باش نقطعها. صافي هنايا ضفت مع هذاك جوج دراس ديال التومه، وغنعصر ديك الليمونه. صافي عملت كلشي مع بعضيتو. دابا غندوز نطحنه، و الا ما بغاتش يطحنكم شبروا واحد جوج معالق كبارين ديال الزيت ديال العود وعملوهم معاها وباش طحنكم مزيان. المهم انا ما عملتهمش حتى انا طحنت لي مزيان. صافي الصلصه هي وجدت، وهنا عملت جوج ديال الطباسي صلصه، واحد غنعمل فيه ناتشوز اللي باش نقدوه مع ديك صلصة افوكا. هاد ناتشوز كتاكلون بهم ديك صلصة افوكا كيجي واحد مذاق مزيوين، واحد حاجة مبدلة. و تا بغيتو تقدموها للضياف ديالكم كتجي واحد حاجة مزيونة مقدمة. صافي هنا عندوز نقشر جامبا. جامبا انا ما نقولكمش شحال تقدروا تعملوا، على حسب اللي بغيتو نتوما، القياس اللي بغيتو، على حساب الاسره اللي في الدار. المهم هذه الكميه كامله ما نعملهاش هي كامله، غنعمل النص بالطريقه اللي غنوريكم، والنص اخر اللي باش نقليه في واحد شويه وجد الزيت في المقله، حيت انا هذه واخا كتجي هيدا بخره طيبه ما كتعجبنيش، كيعجبني نعمل واحد شويه الزيت في المقله ونشحر هيدا شويوش نشويها عادي تكنكله. مهم نتوما عملوا القياس اللي بغيتو نتوما. صافي كنبقى كنزول هذيك القشره الفوقيه كامله، ديك الراس والقشره، وكنخلي لها هذيك الرجيله ديالها باش كتخلي واحد الديكور مزيون. صافي هنا غنقشر القياس اللي خصني ونرجع معاكم. وهنايا غنشبر ديك القشور ديال الكامبا، غنكب واحد الكاس ديال الزيت كبير في وسط القشور ديال الكامبا، غنعملو فوق البوطه اللي خصها تكون مهيله، البوطه مخصهاش تكون عاليه، ونعملو يسخن حتى ديك القشور ديال الكامبا كيطلقو ديك الماء ديالهم ديك الزيت. من تشوف ديك الزيت بدا كيغلي نحيدو، من بعد عاود نردو البوطه باش ديك القشور كيطلقو مزيان حتى كيرجع ديك الزيت مخطر دقيقل. وصافي هنايا نتوما كتشوفوا كيفاش رجع ديك الزيت طلق فيهم ديك القشور ديال الكامبا. دابا غنصفيهم في واحد الكاس وغندوز نعملهم في النيبيره، على شي انا هاد الطريقه زبقتها هي الاولى قبل ما نكمل على الكامبا باش يدرك يبرد لي الزيت باش نقدر نعدل به مايونيزا، حتى خصو يكون الزيت بارد ما خصوش يكون زيت سخون.
صافي من بعد ما عملت داك الزيت في النبيرة يبرد، هنا غنكمل على الطريقة ديال الكامبا. هنا عندي جوج ديال البيطات، وعندي الطحين، وعندي الخبز اللي مطحون. صافي غنشبر كامبا، غنعملها في الطحين. ديك الرجيله ديالها ملي كنعملوها شي في الطحين باش كتخلي واحد الديكور مزيون تكون كتبان. صافي، وهنا غنعملها في البيطه، وغنعملها في الخبز اللي مطحون. وهاد الطريقه هادي، ولا بغيتو تجيكم غليطه كامبا غليطه كتعملوها على جوج النوبات. انا عملت عليها على واحد النوبه، نتوما الا بغيتو تجيكم غليطه عملوها على جوج النوبات. صافي، ودابا غنبقى نكمل حتى نسالي ديك اللي في الطبسيل. وهنا نتوما كتشوفوا صافي ساليت ديك الكميه، ودابا غندوز نقليهم. انا اول حاجه كنعمل ديك العود الرقيوه في وسط المقله باش كنشوف الزيت ديالي واش سخون. صافي، هنا عند النقلي صافي، هنا من بعد ما تحمرت قلبتها وتحمرت، ودابا كنهزها. انا جريت بيديو باش ما يجيش طويل. صافي، دابا اللي كيتحمر كنهزو. وهنايا من بعد ما قليت كامبا، صافي ديك الزيت برد، وبيطه بيطه خصها تكون بارده لي باش نعمل بها مايونيزا. صافي، هنايا غنعمل البيطه، غنعمل واحد شويج ديال الملح. غنعصر ديك النص ديال الليمونه، صافي هنايا غنطحن البيضه هي الاوليه، عاد باش نبدا نضيف الزيت. صافي، هنا ملي طحنت البيضه بقيت كنضيف الزيت بشويه بشويه. مايونيزا هي طلعت، شفتوا كيفاش جات؟ وصافي، هنايا كامبا وجدات، مايونيزا، صلصه، كلشي وجد. كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم. صراحه الطريقه كتجي مزيونه وكتجي واحد الحاجه مبدله. وصافي، هادي هي النهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم، استنوني فيديو جديد إن شاء الله.